هذه ثاني مرة أخدمها. نعامة نعامة. في البحر قبل المتوسط والقوارب شوف يا حرب. سعيد ايضا انني في عاصمة الهضاب، وهذا الشيء يعطي رمزية لرحلة مسار الهضاب، وان شاء الله تكون رحلة وتكون مهمة رائعة. انا في الاخير عضو في فريق وزارة السياحة وعضو في فريق مديريات السياحة، وفي الاخير انا مهمتي هي خدمة السياحة والترويج لها وإبراز ما هو إيجابي وما هو مفيد للسياح وللمغامرين حول العالم. نحن على استعداد تام لمرافقة الرحالة القطري من أجل تعريفه بكل مقومات السياحية الموجودة بولاية سطيف، وهذا من أجل الترويج لها على المستوى العالمي.